يا الله، ما أعظم حرمة النفس البشرية عند الله تعالى. تخيل ربنا الحكيم الكريم إيش بيقول في كتابه العزيز: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا السياق إيش بيقول؟ لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم، أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. مع كل هالتأكيدات والتخويفات بيطلع لك ناس مجرمين سفاحين عند أقل شبهة أو أقل احتمالية للخطأ من البنت بيقتلها بدم بارد بحجة الدفاع عن الشرف، والمصيبة أنه يسمى قتل شرف. الإحصائيات على الأقل حسب علمي في الأردن بتقول أنه 75% من المقتولات بما يسمى قتل شرف بيكتشفوا من خلال الطب الشرعي أنهم بريئات من أي جرم له علاقة بالعرض والشرف. فيا جماعة، احنا وين رايحين؟ ايش اللي عم نعمله؟ رسالة للجماعة اللي بفكروا بهذه الطريقة: انت مش ارحم من محمد صلى الله عليه وسلم ومن رب محمد صلى الله عليه وسلم، ويقينا مش احكم منهم. واذا بتشك في حكي هذا بانه انت يعني ممكن تكون احكم منهم او افهم منهم، يمكن دخلت في الكفر. فدير بالك، ما تخبص، هد اللعب، اسمعني للاخر. عائشة رضي الله عنها وقعت في مشكلة لم يكن لها يد أو تقصير فيها، لكن الشبهة ضدها كانت تكاد تصل إلى ما يقرب من 95%، واتهمت بارتكاب الفاحشة رضي الله عنها. وقدر الله الحكيم عدم نزول الوحي لشهر كامل، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في وضع صعب جدا، وعليه أن يتصرف. الآن راح يتصرف بالصفة البشرية البحتة. الآن ومع أنه حجم الأدلة ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان ضخما، إلا أن موقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منها كان: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يضرب ولم يلطم ولم يحمل سلاحا ولم يقتل. فبلاش مزاودة من أصحاب اللي بيسموا جريمتهم الشنعاء واللي هي قتل وقتل عمد بيسموها زورا وبهتانا قتل شرف. يعني عدم المؤاخذة، بس كان اللي ناقصنا يطلع لنا الآن جماعة بموضة جديدة: سرقة شرف ودعس شرف وطخ شرف وحرق شرف، بينما الشرف والدين والإسلام من كل هؤلاء براء. لشبهة بسيطة أو حتى كبيرة ما بيطلع لك تقتل أختك أو أمك أو زوجتك. يا جماعة عيب، يمكن والله أعلم في الجاهلية الأولى ما عملوها بهالشناعة. حاكمها، حقق، قد تكون بريئة، تأكد من صحة المعلومات. ثم بعد أن تتأكد أو يغلب على ظنك هناك أحكام. إذا كنت زوج فطلق لكن لا تقتل، وإذا كنت أب يا أخي عاقب، قاطع، تبرأ ولكن لا تقتل. أنت مش أحكم من ربنا الحكيم ولا أرحم من ربنا الرحيم. وقبل هالحكي الفاضي كله، زعلوش مني معلش، الواحد فينا يربي بناته مليح ويعطيهم وقت من وقته ما يقضيها على المقاهي والسهرات والحفلات، ويتركها تتربى في الشارع، وفجأة بيشوفها كبيرة فاردة شعرات عدم مؤاخذة والشباب الحارة كلهم وراها، فبتثور عنده إيش؟ الحمية، وبروح بقتل. لو كنت رجلا حقا ولو كنا رجالا حقا كان بنكون نعم الأب الواحد فينا أصلا، الأب الرحيم العطوف الشفوق المتابع المصحح المشرف الموجه. وزي ما قلنا ما بيقضيها الواحد فينا في المقاهي وعشاشات التلفزيون. فبترجاك فكر بكلامي وخذ بالك من خاتمتك واحسبها صح. يا ريت تدعي لي.